اخوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صراحة الاخوان يعني طولنا الغيبة شحال هادي ما صورنا لكم الخرفان متزوزين تبارك الله. تحياتي للمتتبعين اللي ديما تيخليونا البصمة ديالهم، تحياتي للناس الجالية، الله يسهل، اللهم يسر تبارك الله. خرفنا الإخوان هما هادو تبارك الله ما شاء الله. الإخوان راه سارحين معاهم هاد الخروفات، هادو الخروفات ديال البيع والشراء، اللهم يسر. يعني الإخوان صراحة هاد اليامات دازت، هاد الجريحة هادي قاصحة شوية، الجريحة هي السمراء الإخوان. حتى بالنسبة للزرع الإخوان تردع ما كبرش قاع، مع السمرة ما خلاتوش فين غادي تقعد، تحت الجا طاحت عليه السمرة، الله يدير الخير. الحمد لله الإخوان الخرفان تبارك الله راه بداو تيبراو تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة للقصير اللي كان عندنا الإخوان كليناه ما بقاش، اللي كنا وجدنا بكري راه تبارك الله يعني راه كلاوه بكري والحمد لله. أخر شينا ليه الملحة، مازال مردوع، مازال معطل. الإخوان غادي نوريكم تشوفوا معنا يعني شنو دارت السمرة. اولا يعني الربيع ما خلاتوش يطلع، والارض سبحان الله يعني نفخات الارض تتشقق انت بحال هكا، هاد البلاصه كي مشققه الارض، والبلاصه كاع اللي فيها الربيع ولا حتى الربيع ما خلاتوش فين غاديك. الربيع تبارك الله كان جاي، ولكن بعد السمرة هادي وقف. وكل الحمد لله هاد المنزلة ديال البرد راه الحمد لله دازت، ونتمنى من الله التيسير. اليوم الإخوان 13/2023، والحمد لله راه ذكرينا شي شتيوة في هاد الأيام هادي، هاد السيمانة إن شاء الله راه غادي تبدل الجو، نتمنى من الله التيسير. دابا حنا هنا بالنسبة للمنطقة إلا طاحت الشتا من هنا لقدام عاد لي تتنفع 100%. تحياتي لكم الاخوان الخرفان تبارك الله، وما هادو شاركناهم معكم الله يدير الخير الحمد لله. تبارك الله الخروف راه باري الحمد لله، شبعان ربيع، الله يدير الخير. تحياتي لكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله والشكر لله. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن الإخوان الرأي ديالكم يهمنا. بالنسبة للإخوان العلف راني رديت لهم شوية ديال العلف، ولكن ماشي شي علف اللي قاصح، المهم غير شوية عاد تيتفتفو شوية ديال العلف وصافي، وشوية ديال البال ديال الفوراج تنعطي لهم الصباح، والعلف هذا ما كاين. واي استفسار الاخوان على حساب هاد الخروفات هادو، هنا كاين 11 خروفه كما قلنا راه ديال البيع والشراء، ان شاء الله واخا غادي نسرحها واحد شويه راه غادي يجي النهار اللي غادي ندخلوها للسوق. كاين 11 خروفه الاخوان، اي استفسار مرحبا. 0661 48 27 21. تبارك الله ما شاء الله، كما تشوفوا خروفات هما هادو الاخوان، 11 خروفات تبارك الله. واي استفسار مرحبا، تحياتي لكم.
الاخوان كيما شفتو معانا الزرع راه تردع مع هاد السمرة هادي. حنا صراحة الوقت عندنا هنايا ما تزيان حتى شهر 3، الا جاب الله الشتيوة في شهر 3 راه تبارك الله الربيع عاوتاني تيطول عندنا حنا هنايا. الربيع تيبقى حتى لشهر 5، حتى لشهر 6 تيبقى الربيع. ودعوا معنا الاخوان، دعوا معنا الله يسهل الامور، الله يجيب التيسير للجميع. اخوكم راعي الغنم اطلس متوسط، يحييكم، تبارك الله عليكم.